السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم عن الأجسام الطافية والمغمورة غمر كلي، وقلنا إنه ومرينا على قانون أرشميدس، وقلنا أي جسم طافي أو مغمور غمر كلي ستؤثر عليه قوة دفع إلى أعلى تساوي وزن السائل المزاح، تمام؟ وأخذنا مثال على هذا الموضوع. اليوم نتكلم في اتزان هذه الأجسام سواء كانت الطافية أو المغمورة. طبعا قلنا بالنسبة للأجسام الطافية زي هذه السفينة يؤثر على هذا الجسم الطافي قوتين: قوة دفع إلى أعلى هي عبارة عن تساوي وزن السائل المزاح الآر، وتؤثر في السنتر أوف بايانسي اللي هو عبارة عن سنترويد الفوليوم المزاح، مركز الحجم المزاح، وكذلك يؤثر على هذا الجسم وزنه الذاتي إلى أسفل، ويؤثر هذا الوزن في مركز الثقل اللي هو سنتر أوف جرافيتي اللي هو الجي. وبالمناسبة سنتر أوف جرافيتي بيكونش في سنترويد الفوليوم باي ديفولت، على حسب الأوزان وتوزيعها. بمعنى لو كان هذا الصندوق يونيفورم أو هوموجينيوس حيكون في سنترويد الفوليوم، لكن لو ما كانش، لو كان مثلا صندوق مفرغ وهنا حاطين الكتل، احنا حاطين الاغلب الاوزان تحت، هتلاقي السنتر اوف جرافيتي مسحوب الى اسفل ناحيه الاوزان، ولو احنا حملنا هذه السفينه فوق هنلاقي السنتر اوف جرافيتي يتبع هذه الاوزان، تمام؟ اذا السنتر اوف جرافيتي بالعاده يتبع الاوزان، لكن لو كان الجسم هوموجينيوس يعني الوزن منتظم موزع في هذا الحجم بانتظام، يعني مثلا قطعه حديد هوموجينيوس، قطعة خشب هوموجينيوس، بيكون السنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز الثقل ينطبق مع سنتر الفوليوم، تمام؟ هذا بالسنتر اوف جرافيتي. اذا يؤثر على هذا الجسم قوتين: قوة دفع الاعلى تؤثر في السنتر اوف بايانسي، قوة الوزن تؤثر في السنتر اوف جرافيتي. لو عملنا طبعا هذا الجسم متزن، وبالتالي W تساوي R، ولو سويناه ممكن نطلع مثلا الحجم المزاح اللي هو كتلة الجسم على كثافة السائل، تمام؟ طيب هذا الجسم ممكن يكون في من ناحية اتزانه في ثلاث أحوال: إما ستيبل، تمام، مستقر أو غير مستقر، أو نيوترال، ستيبل أن ستيبل نيوترال. وهذا يعتمد على يعني كيف إحنا بنقول إنه ستيبل أو غير ستيبل. بنقول إذا إحنا رحنا طبقنا عليه سمول ديسبليسمنت، يعني رحنا عملت له شوية إزاحة، طبعا هنا الغالب الإزاحة بتكون angular displacement، يعني احنا بنحاول نلف الجسم، تمام، نظريا. إذا هذا الجسم قاوم هذا اللف ورجع لوضع الاتزان الأصلي بيكون stable، إذا ما صدق وقلب إلى وضع اتزان جديد بيكون هذا إشماله unstable. وهذه الاستابيليتي للأجسام خاصة للأجسام الطافية بيكون مهمة جدا، لأنه إحنا مش معقول مثلا للسفن نعم نصمم سفينة وبعدين تتعرض لدوران ناتج مثلا عن رياح عن أمواج وتقوم قالبة إلى وضع استقرار جديد. هذا بيكون السفينة عملناها وفشل في تصميمها لأنه هذه السفينة غير مستقرة، وبالتالي عملية انه الاستابيليتي للأجسام الطافية مهمة كتير، انه احنا نضمن انه هذا الجسم لما يعرض لسمول انجولار ديسبليسمنت يقاوم، يحاول يرجع الى وضع الاتزان الاصلي، مش يتحرك يقلب الى وضع اتزان جديد، تمام؟ طيب نبدأ بالاستابيليتي للسبميرجد بادي اللي هي المغمورة غمر كلي. وهذا الاستابيليتي للأجسام المغمورة غمر كلي أسهل من الفلوتينج، لأنه هلقيت نعرف إيش الشرط المفروض نوفره عشان الجسم المغمور غمر كلي السبميرجد بادي يكون متزن. إذا إحنا قلنا قبل شوية إنه ستيبل، وكتش منقول عنه ستيبل لو لو احنا رحنا عرضناه ل small displacement رجع لوضع الاتزان الاصلي بيكون هذا stable، لو ما صدق وقلب الى وضع اتزان جديد بنسميه unstable. طبعا جسم يؤثر على قوتين، الجسم المغمور غمر كلي يؤثر على قوتين: الوزن الى اسفل وقوة الدفع الى اعلى، الوزن في center of gravity والقوة الدفع الى اعلى في center of buoyancy. center of buoyancy هو centroid الحجم المزاح، يعني centroid هذا الحجم، سنتر اوف جرافيتي على حسب الاوزان، يعني هنا مثلا محطوط لون جري
الدليل انه التوزين، الاوزان والاحمال محملة تحت، عشان هيك السنتر اوف جرافيتي انسحب الى اسفل. تمام، فبنشوف هنا عشان ندرس انه ستيبل ولا لا، بنروح بنعمل سمول انجولار ديسبليسمنت وبنشوف ايش العزم الناتج. اذا كان العزم الناتج برجعه للوضع الاصلي بنسميه هذا ستيبل، اذا كان العزم الناتج ما بيصدق وقلبه الى وضع اتزان جديد بنسميه انستيبل. طبعا بالنسبه للجسم مغمور غمر كلي، ليش بنحكي انه اسهل بكتير من الفلوتينج؟ لانه هدول النقطتين بضلهم في مكانهم بغض النظر عن الاورينتيشن، يعني دوران هذا الجسم. يعني لو لفينا الجسم السنتر بانسي بتضلها بالنسبة للجسم في نفس المكان، لأنه هو سنترويد الفوليوم المزاح ما تغير هذا الحجم، هذا الحجم ضل شكله زي ما هو. والسنتر اوف جرافيتي طالما الأوزان موجودة في مكانها برضو بضل في مكانه بالنسبة للجسم. إذن whatever the orientation of the body these two points، يقصد بالسنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف بانسي، بضلهم في نفس مكانهم بالنسبة للجسم. تمام، ليش؟ لانه الشيب يعني شكل الحجم المزاح الديسبليسد فلويد مع الدوران ما تغيرش لانه كله مغمور غمر كلي. تمام، فضلهم هدول النقطتين بالنسبه للجسم في مكانهم، وهذا اللي بيخلي الاستابيليتي للسبميرج بادي اسهل من استابيليتي للفلوتينج بادي. ليش؟ لانه في الفلوتينج بادي صح الفوليوم ما تغيرش، لكن شكل هذا الفوليوم بتغير. يعني هنا كان شكل الفوليوم المزاح مثلا متوازي مستطيلات، صار نصف متوازي مستطيلات. تمام، وهذا حنشوفه بعد شوية. يعني الحجم اتغير كشكل، وما دام متغير كشكل سنتر هذا الفوليوم المزاح اللي هو بنسميه سنتر اوف بايونسي بتغير بنزاح، يعني مع حركة الجسم السنتر اوف بايونسي بتغير لانه شكل الحجم المزاح اتغير. في حين في الاجسام المغمورة غمر كلي هذا الشكل ما بتغير، منلف وبضل نفس الشكل، فبالتالي سنترويد هذا الشكل ايش ماله بضل في مكانه، والسنتر اوف بايونسي بضل في مكانه، والسنتر اوف جرافيتي بضل مكانه لانه الاوزان ما تحركت. هذه فرضيتنا. طيب نشوف لما يكون السنتر اوف بايونسي اعلى من السنتر اوف جرافيتي ونروح نلف لفه صغيره بزاويه ثيتا، هذه مش في، هذه ثيتا بس يمكن الخط ضايع، هنلاقي لما نلفه بهذا الشكل لفينا لفة صغيرة ايش بيصير؟ طلعوا ايش المومنت الناشئة، المومنت الناشئ العزم الناشئ، طلعوا هذه بدها تطلع لفوق وهذه بدها تنزل لتحت، فبنلاقيه انه بعاود يرجع الجسم الى ايش؟ ينشأ عزم، العزم الناتج اللي هو الفورس في الذراع بين القوتين، بنلاقيه هذا العزم ايش ماله؟ بيرجع الجسم الى وضعه الاصلي. تمام، فايش معنات هذا الكلام؟ ما دام برجعه الى وضعه الاصلي معناته انه هذا عبارة عن stable condition، وبالتالي وقتاش هذا تحقق؟ لما كانت الجي center of gravity أوطى من center of buoyancy. بنطلع عن generated moment، فمنلاقي إنه moment الناتج هو عبارة عن writing moment restoring couple. تمام، وهذا بيرجعه إلى وضع الاتزان الأصلي، وبالتالي هذا بيكون الحالة اللي بيكون فيها الجسم ستيبل، ويتحقق لما يكون السنتر اوف جرافيتي اوطى من السنتر اوف بايونسي. تمام، اذا الفيصل في ذلك هو عباره عن العزم الناتج. طيب نيجي على حاله ثانيه، السنتر اوف جرافيتي فيها اعلى من السنتر اوف بايونسي. ليش؟ لانه التوزين والاحمال كانت لفوق فسحبت السنتر اوف جرافيتي لفوق معاها. فنلاحظ انه الان نيجي نعمل سمول انجولار ديسبليسمنت ثيتا ونطلع على العزم الناتج، بنلاقي انه العزم الناتج من هذه الفورسز في الذراع هو عزم overturning، يعني بيقلب، يعني هذا الجسم بده يحاول يقلب الى وضع اتزان جديد. اذا هذا stable ولا unstable؟ هذا unstable. اذا الفيصل في ذلك هو العزم الناتج. تمام، واحد يقول لي طب احفظ كيف بدي اتذكر انا center of gravity اعلى ولا؟ بقول له انت ارسم اي رسمة واعمل small angular displacement، شوف العزم الناتج هتفهم وتتذكر مباشر مين هنا مثلا السنتر اوف بايونسي اوطى من السنتر اوف جرافيتي، اذا اوفرتيرنينج مومنت، اذا انستابل. هنا في الحاله اللي قبل السنتر اوف جرافيتي اوطى من السنتر اوف بايونسي ريستورينج مومنت، اذا هذا ايش؟ استابل. طبعا لو واحد يجي سالني قديش قيمه العزم الناتج، هقول له عباره عن الفورس في الذراع هذه نسميها اكس، والذراع هذه هي عباره عن بي جي في ثاني الزاويه ثيتا، بي جي في تاني الزاوية ثيتا. طب ليش مكتوب دبليو في بي جي
مش في تاني زاوية ثيتا، في ثيتا نفسها. ليش مكتوبة هيك؟ لأنه تاني الثيتا والثيتا لما تكون زاوية صغيرة بيكون تقريبا متساويات، ثيتا بالراديان وتاني الثيتا متساويات، فممكن يعني تجاوزا نقول W في BG في إيش، في الـ angular displacement theta إذا كانت very small. طيب ملخص هذا الكلام، قلنا إذا center of gravity أوطى من center of buoyancy، العزم الناتج هو restoring moment مقداره W في BG في في تاني الزاوية، آسف مش في تاني BG في ساين الزاوية ثيتا، وساين ثيتا برضو هي تاني ثيتا تساوي ثيتا لما تكون صغيرة، ولما يكون السنتر اوف جرافيتي اعلى من سنتر اوف بايانسي المفروض بينتج العزم الناتج هو عزم اقلاب، وبيكون الوضع انستيبل. تمام. طيب عمليا ايش اللي بيخليه ستيبل وانستيبل؟ بكل بساطة هو التوزين. يعني دائما في الاجسام المفروض الاجسام المغموره غمر كلي عشان نحافظ على اتزانها المفروض التوزين يكون الوزن التحميل يكون تحت عشان يكون السنتر اوف جرافيتي اوطى من السنتر اوف بايانسي. تمام. هذا احد الشغلات اللي بنلعب عليها. الشغله الثانيه اللي بنلعب عليها اللي هو عباره عن شكل الحجم، لانه شكل الحجم بيحدد لي وين سنترويد هذا الفوليوم اللي هو عباره عن سنتر اوف بايانسي بي. تمام. هذول الحاجتين اللي هما بيحددوا، البي بيحددها شكل شكل الديسبليسد فوليوم يعني شكل الجسم نفسه المغمور غمر كلي، والسنتر اوف جرافيتي اللي بيحدد مكانه هو عبارة عن التحميل الأحمال وين محطوطة. تمام. لأنه بنسحب معاها بالحجة. طيب الآن نيجي على الاستابيليتي للفلوتينج بوديز اللي هي الأجسام الطافية، وهنا بقول لي هذه slightly more complicated. ليش؟ لأنه location of center of buoyancy بتغير. راح يقول لي ليش بتغير مع أنه ما تغيرش الـ R بتضلها تساوي W؟ ما هي الـ R تساوي W بتخلي الفوليوم نفسه ما يتغير، لكن شكل هذا الفوليوم بتغير مع الـ orientation مع الدوران. إذا وإن كان الفوليوم لا يتغير لأنه R ضلت تساوي W والفوليوم ثابت ما تغير لا قوة الدفع ولا الوزن، لكن مع الاورينتيشن يعني مع الدوران تبع الجسم الطافي شكل هذا الحجم هو اللي بتغير. وما دام شكل الحجم الغاطس بتغير يعني اللي نازل تحت المية بتغير، اذا سنترويد هذا الحجم اللي بنسميه سنتر اوف بايانسي بتغير، بنزاح من مكان الى مكان اخر مع الدوران. اذا على الرغم من انه الفوليوم الديسبليسد فوليوم ما تغير، لكن شكل هذا الديسبليسد فوليوم اتغير، وبالتالي مركز هذا الفوليوم نسميه سنتر اوف بايانسي بتغير، وبالتالي مع الاورينتيشن بالانجل ثيتا ذا سنتر اوف بايانسي بيتحرك من بي الى بي 1 مع تمام لما احنا نلف الجسم لفه جديده. طيب كيف بدها تتم المقارنه؟ قبل شويه قارنا بين سنتر اوف بايانسي والسنتر اوف جرافيتي في الاجسام المغموره غمر كلي. طب هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي لا نقدرش نقارن بين السنتر اوف بايانسي والسنتر اوف جرافيتي، بدي اقارن بين نقطه جديده اسمها الميتا سنتر. تمام. الام وهي نقطه تعرفها خط تقاطع بين خطين، الان هي نقطه تقاطع بين خطين حنعرفهم، والعزم الناتج حنعرفه هو دبليو في جي ام في ثيتا، وجي ام هذا اسمه الميتا سنتريك هايت، وهذا الجي ام مهم كتير في عملية الاستابيليتي للأجسام الطافية. طيب رحنا مسكنا الجسم، خلينا نفترض انه متوازي مستطيلات، جزء منه مغمور وجزء منه مش مغمور، يعني هذا جسم floating bodies. مركز في الوضع هذا قبل ما احنا نعمل اي orientation، لو قلنا متوازي مستطيلات وين center of buoyancy؟ هتقولوا لي في منتصف، والبي هي هنا. ايش يؤثر على الجسم هذا؟ يؤثر قوة الدفع في بي في centroid الجزئية المغمورة اللي هي متوازي مستطيلات حيكون في نصه، والوزن إلى أسفل يساوي W وبكون في السنتر اوف جرافيتي على حسب وين الأحمال، يعني مش شرط هنا في النص، يعني ممكن يكون لتحت لفوق على حسب وين. الآن لما احنا نلفه رحنا لفناه بشكل بحيث انه نصه بالنص بالضبط تقريبا ايش نزل تحت المية، عشان نسهل عشان اقول لكم وين الحجم المزاح تغير. لا هذا الحجم تبع متوازي مستطيلات هو نفس الحجم اللي هنا. طب ايش اللي تغير؟
الشكل هنا كان متوازي مستطيلات الجزئية المغمورة، وبالتالي السنترويد في المنتصف اللي هو السنتر اوف بايونسي، وهنا صار شكل الحجم المزاح نصف متوازي مستطيلات، وفي ال 2D ببين مثلث، وبالتالي السنترويد اللي هو السنتر اوف بايونسي حيكون في ثلثين وثلث، تمام، ثلثين المثلث من الراس او ثلث من القاعدة. فانزاح السنتر اوف بايونسي من بي الى بي 1، وبالتالي هل انا حقارن الاتزان من خلال البي والجي؟ لا، بقول لي بين، حنقارن بين الجي والام. ايش الام؟ الميتا سنتر. طب ايش هي الام؟ بقول لي هي عبارة عن خط، نقطة تقاطع بين خطين، الخط الفيرتيكال القديم اللي بمر بالسنتر اوف جرافيتي، والخط الجديد هي معرف هنا، تمام. M is the point at which the line of action of upthrust force R بقاطع الأوريجين الأوريجينال vertical line through G، تمام. وين ال R؟ ال R هيها، تمام، الجديدة، الخط اللي بمر بالcenter of buoyancy بقاطع الأوريجينال line اللي جاي بمر بالcenter of gravity. نقطة تقاطع هذه اسمها الميتا سنتر. الآن على حسب، إذا الميتا سنتر أعلى من center of gravity، لاحظوا هذا الشكل، حينتج رايتنج مومنت، تمام، يعني عازم ارجاع، برجعه للوضع الاصلي المستقر، تمام. اذا الام لايز ابوف ذا جي، رايتنج مومنت از برودوسد، يعني عازم ارجاع برجع زي ما احنا شايفين، تمام، وبنسمي هذا الوضع ستيبل، وجي ام تعتبر بوزيتيف. طبعا العزم، لو قلت لكم قديش العزم الناتج، حتقولوا لي دبليو في اكس. طب اكس ايش تساوي؟ تساوي جي ام، الاكس تساوي جي ام ساين ثيتا، وساين ثيتا وثيتا لما تكون صغيره بتكون ثيتا هي نفس الساين، عشان هيك بنقول هنا المومنت جنريتد يساوي دبليو دبليو في جي ام، المفروض نقول في ايش؟ في ساين ثيتا، وساين ثيتا هي نفسها ثيتا ان راديان. طيب اذا لما تكون الام اعلى من الجي بيكون الوضع ستيبل، لما تكون الام أوطى من جي زي هذه الحالة بيكون الوضع unstable، لأنه العزم الناتج هو overturning moment. طب وقتش بيكون neutral؟ يعني لا هو لا بيقلب ولا بيرجع، بنقول بيكون neutral لما يكون الأم coincides. إيش يعني coincides؟ يعني تنطبق، تمام، على الجي. لما تكون الأم تنطبق على الجي بيكون الوضع neutral، لأنه لا بنشأ عزم إرجاع ولا إقلاب، وين ما منلف بيضل في مكانه، تمام. فهذا بنسميه نيوترا، وهذه الحالة مهمة جدا، لأنه أحيانا بيقول لي قديش كذا، بحيث إنه الجسم يضل ستيبل. إيش يعني يضل ستيبل؟ يعني يكون في المرحلة الانتقالية بين الستيبل وانستيبل. إيش هي المرحلة الانتقالية بين الستيبل وانستيبل؟ إنه هي مرحلة النيوترال، إنه تكون الأم كوينسايد والجي، يعني بيكون هذا هو عبارة عن الانبوت تبعي، إنه يضل ستيبل معناته يكون في المرحلة الحدية. إيش بتعريفنا للمرحلة الحدية؟ انه الميتا سنتر تنطبق مع السنتر اوف جرافيتي، تمام. طيب هنا وقتش بتكون في الحاله اللي قبل شويه الفلوتينج بوديز، وقتش بتكون نيوترال؟ لما تكون البي تنطبق على الجي، تمام. ايش يعني البي تنطبق على الجي؟ لانه بيكون لا بنشا عازم، ما فيش ذراع، لا بنشا عازم ارجاع ولا اقلاب، تمام. هذا في الـ في الـ في السبميرج بودي. وقتش بتكون هذا؟ طب الحاله بقول لكم بتكون في حاله واحده، لما يكون الجسم هوموجينيوس، تمام، لانه البي بيكون سنتر الفوليوم المزاح، والجي هي سنتر الجرافيتي اللي هي مدام هوموجينس حيكون برضو في سنتر الفوليوم، وهذه الحاله بيكون هي الحاله اللي فيها نيوترال في الاجسام المغموره غمر كلي. مره ثانيه احنا في الفلوتينج، اذا خلاصه الامر، اذا كانت السنتر اوف جرافيتي اوطى من الميتا سنتر بيكون العزم الناتج هو رايتنج مومنت، وبيكون الوضع ستيبل. اذا كانت سنتر اوف جرافيتي اعلى من الميتا سنتر بيكون الام السنتر اوف جرافيتي اعلى، او الام لايز بيلو ذا سنتر اوف جرافيتي بيكون الاوفرتيننج مومنت، وبيكون الوضع انستابل. واذا كانت الام كوينسايد وذ جي بيكون الوضع زي ما احنا قلنا نيوترال. طيب الان لو واحد اجى قال لي بدي عمليا اطلع الميتا سنتريك هايت اللي هو الجي ام، فايش بقول لي؟ بقول لي انت عشان يبين معك الجي ام بدك تلف الجسم. طب كيف الف الجسم طافي؟ بقول لي روح حرك لود بقيمه بمسافه اكس، نحرك اللود بمسافه ايش؟ اكس.
فنتيجة تحريك لود موجود على الجسم الطافي مسافة اكس، ايش بيحدث؟ بيحدث دوران للجسم مقداره بي في اكس، هذا اللي احنا عملناه. مقابل ذلك نتيجة للدوران بزاوية ثيتا، هل قلت احنا بنحرك اللود بي مسافة اكس، ايش حيصير؟ حيلف الجسم زاوية الدوران ثيتا، فاحنا بدنا نعرف البي ونعرف الاكس ونعرف الزاوية بتاعت الدوران ثيتا. لما يدور الجسم زاوية ثيتا حيصير في عزم ناشئ مقداره دبليو في جي ام في ساين ثيتا، حكينا عنه قبل شوية. العزمين هدول متساويات، دبليو في جي ام في ثيتا، والعزم اللي احنا انشأناه من تحريك اللود بي مسافة اكس اللي هو بي في اكس، ومن خلاله نستطيع اخراج الجي ام تساوي اللود بي اللي حركناه مسافة اكس على دبليو. الدبليو هو عبارة عن وزن الجسم الطافي كله بما في بي، يعني الدبليو هذه ايش؟ is the weight of the vessel including P. تمام، يعني في بي، يعني البي مش excluding، هذا الدبليو هو عبارة عن وزن الجسم الطافي كله بما في بي. والزاوية ثيتا هي عبارة عن زاوية نشأت عن تحريك اللود بي مسافة اكس. ثيتا طبعا ناخدها هنا بالراديان، تمام، الثيتا ناخدها بالراديان. طيب شغلة تانية بقول لي هنا، كيف ممكن اطلع المسافة بي ام اللي هي الاصلية من سنتر اوف بايونسي الاصلي لغاية الميتا سنتر؟ وهذه مهمة جدا في عملية دراسة انه الجسم هذا مستقر ولا لا. بيقول لي البي ام تساوي، طبعا الى اثبات في الكتاب، تساوي اي على في. طب ايش الفي؟ نبدا بالسهل، اذا البي هي المسافه من سنتر اوف بايونسي للميتا سنتر، تساوي اي على في. الفي هو الفوليوم اوف ليكويد ديسبليسد، حجم السائل المزاحل. من وين بنجيبها؟ من خلال اني اساوي دبليو، حكيناها قبل شويه كيف بدنا نجيب الفوليوم الديسبليسد، بساوي دبليو بار بطلع الفوليوم ديسبليسد ام على رو. لو احنا سوينا دبليو بار بقدر اعرف الحجم المزاح. اذا ما يتعلق ب في عرفنا هذا الديسبليسد فوليوم، تمام. اذا هذا عبارة عن الديسبليسد فوليوم، هذا عبارة عن الديسبليسد فوليوم. بضل الاي، الاي ايش هي هذه؟ بيقول لي second moment of area of the water line plan about OO. ايش يعني ال second moment of area؟ second moment of area هي المومنت اوف انرجي. وقلت لكم قبل هيك لما نيجي نحسب احنا، اي واحد يقول لي مومنت اوف انرجي ايش مفروض اساله؟ ايش مفروض اساله؟ اساله عن حاجتين، انه قديش، ايش هو المساحة، وحوالين بنسأله عن ايش المساحة اللي عندي وحوالين اي اكسس. فهنا بعرف المساحة اللي بدنا ناخد لها مومنت اوف انيرشيا هي عبارة عن مساحة عند الووتر لاين. ايش يعني عند الووتر لاين؟ يعني عند سطح المية. يعني المساحة لو انا عندي جسم طافي، تمام، فاحنا كأنه بدي اروح انا اقص الجسم الطافي بسكينة من سطح من عند سطح المية، تمام، حيطلع مساحة، تمام، حتطلع مساحة. هذه المساحة هي المساحة اللي بدنا، يعني لو كان هذا صندوق متوازي مستطيلات، لما نقص هذه ايش بتطلع المساحة؟ حتطلع مربع مستطيل، تمام. فانا المومنت اوف انيرشيا للمساحة اللي هنا. طيب لو كانت مثلا عندي اسطوانة واقفة وقوف، يعني اسطوانة زي هيك واقفة وقوف في المية، لما اقصها من عند الماء من عند سطح المية ايش تطلع؟ دائرة. اذا المومنت اوف انيرشيا للدائرة. لو عندي مخروط هنا وبدي اقصه من عند سطح المية ايش بيطلع؟ دائرة. طيب الدائرة هي نفس الدائرة اللي فوق ولا اصغر منها؟ اصغر منها. من المومنت اوف انيرشيا للدائرة الاصغر منها، تمام. اذا لو انا عندي مخروط، تمام، من وين بدي اخذ انا المومنت اوف انيرشيا؟ بدي اخذ المومنت اوف انيرشيا في المكان هذا عند سطح المية، تمام. فبدي الاريا اللي هنا هي اللي اخذ لها المومنت اوف انرجي، تمام. طب حوالين مين؟ حوالين الاكسس. ايش الاكسس؟ او او الاكسس الاو او هو الاكسس الطويل، اباوت اللونجيتودينال اكسس، تمام، حوالين الاكسس الطويل. ليش؟ لانه هو هذا الاخطر في القلب. يعني السفينه ايش اسهل انها تقلب، حوالين الاكسس الطويل ولا حوالين الاكسس الاقصر؟
تمام، حتقول لي حوالين الاكسس الطويل، تمام. فاحنا بدنا المومنت اوف انيرشيا للسطح اللي بيطلع من عند للمساحه اللي بتطلع عند سطح الميه حوالين الاكسس اللونجيتودينال. يعني لو كان مثلا المساحه مستطيله بكعب مين؟ العمودي على الاكسس او او بي اتش تكعيب، بكعب الاتش اللي هو عمودي على الاكسس او او، تمام. طبعا في الدوائر مش هتفرق معانا، يعني مثلا في المخروط او في الاسطوانه مش هتفرق معانا اذا كانت واقفه، لانه الدائره حوالين اي اكسس بتطلع نفس المومنت اوف انيرشي. طيب نقرا هذا المثال وبدخليه لكم تحاولوا تحلوه للمره الجايه. في عندي بارج، سفينه زي ما انتم شايفين، has the form of متوازي مستطيلات، تمام. ابعاده 26.7، في ارتفاع 3 متر، في عمق داخلي اللي احنا مش شايفينه البعد الثاني تبع متوازي المستطيلات 10 متر. بعد التحميل، ايوه هو اللي بدا يحمله، حمله رمله زاد زاد زاد، طبعا كل ما يحمل ما يحمل بينزل شويه الغطس دي، هذا ايش ماله بينزل. After the loading the total weight of the barge، كانت وزن الكل لهذه السفينه 4450 كيلو نيوتن، with center of gravity وين موجود؟ 4 متر measured from the bottom، يعني center of gravity للسفينة مع الأحمال اللي فيها 4 متر. لاحظوا إنه هي مش في نص center of gravity، في نص الثلاثة واحد ونص، لا، على حسب الأحمال ظل يحمل يحمل يحمل، فكل ما بيحمل ويرتفع هذا لفوق center of gravity بنسحب لفوق. فبقول لي بعد التحميل center of gravity للسفينة محتوياتها موجودة على ارتفاع 4 متر من bottom of the barge، تمام. اذا مره ثانيه عندي سفينه ابعادها 3 في 26.7 في 10، حملناها ب 4450 كيلو نيوتن الكلي توتال ويت، السنتر اوف جرافيتي يقع على 4 متر من قاع السفينه، تمام. فور روتيشن اباوت اتس لونجست سنتر لاين، لروتيشن او لدراسه الروتيشن حوالين سنتر اللونجست، يعني حوالين الاكسس اللي بمر ب 26.7، تمام، لانه هذا الاخطر. حدد اللوكيشن للميتا سنتر ام، وبدك تحدده، قول لي في الاخر قيس لي اياه من البوتوم اوف ذا بارج وقول لي انه هل ستيبل ولا لا. الان هو لو اكتفى بالسؤال الثاني برضه بيمشي الحال، لانه انا عشان اقول ستيبل ولا لا بدي اعرف الام وينها، وهل هي اعلى من الجي ولا اوطى، تمام. واحنا قلنا اذا كانت اعلى بيكون ستيبل، اذا كانت اوطى بيكون ايش؟ ان ستيبل. اذا كانت تقع على الجي بيكون نيوترال. فاحنا عشان نحدد انه ستيبل ولا لا، مهمتي الاساسيه هي ايجاد الام. طب كيف بدي اوجد الام؟ الام احنا قلنا حالتين، اما بدي احددها من خلال جي ام واحدد لود امشي مسافه اكس دبليو واعرف الزاويه ثيتا، وهذا مش موجود في السؤال، او بحددها من خلال معرفتي لايش؟ لمكانها بالنسبه لمين؟ للسنتر اوف بايانسي. اذا عشان احدد الام لازم في الاول احدد السنتر اوف بايانسي، وبعدين احسب البي ام من العلاقه هذه اي على في، لانه اذا انت عرف، اذا احنا عرفنا البي وعرفنا البي ام نقدر نحدد وين مكان الام بالضبط. طيب كيف بدي اعرف البي ام؟ البي ام بدنا نعرفها من اي على في. طيب كيف بدي اعرف وين البي اصلا؟ البي هي عباره عن سنتر اوف بايانسي، هي عباره عن مركز الحجم الايش؟ المزاح، يعني الغاطس هذا مركزه وهذا متوازي مستطيلات حيكون هو السنتر اوف بالانس. يعني لو احنا عرفنا قديش الغاطس دي نصه بالضبط بيطلع البي. اذا عرفنا البي وحسبنا البي ام بقدر اعرف الام وينها بالضبط. اذا كانت اعلى من الجي بيكون هذا ستيبل، اذا كان اوطى من الجي بيكون انستيبل، اذا كانت تقع بالضبط على 4 متر يعني على الجي بيكون نيوترال. وهذه فكره حل السؤال. المهمتكم الآن تحديد الدي، وبتحدد الدي من خلال الفوليوم الديسبليست اللي بتحدد من خلال اني اساوي الدبليو بقوة الدفع الى اعلى. اذا لما انا اساوي الدبليو بقوة الدفع الى اعلى بقدر اعرف الحجم المزاح، واذا عرفت الحجم المزاح بقدر اعرف الدي، واذا عرفت الدي نصها بيكون عبارة عن مين؟ عن البي. طيب بعدين داجي احسب البي ام، فباجي بدي اعرف الفوليوم ديسبليس حسبناه قبل شويه، وبدي اعرف الاي. الاي هو عباره عن مومنت اوف انيرشيا
للمساحة اللي بتطلع من لما أقص هذه السفينة من عند سطح المية، المساحة إيش بتطلع؟ 26.7 في 10، فبدي العشرة الداخليات، فبدي المومنت أوف إنيرشيا للمستطيل لأبعاده 26.7 في 10 حوالين الأكسس الطولي، يعني بدي أكعب مين؟ بدي أكعب العمودي على هذا الأكسس، يعني بدي أكعب إيش؟ العشرة. فرح نقول بي اتش تكعيب على 12 اللي بدي أكعبه هو العشرة تكعيب، والبي بيكون 26.7. وهيك بنكون حددنا الاي، فاحنا عرفنا الاي وعرفنا الفوليوم الديسبليسد، فبنقدر نعرف البي ام، وقبل شوي عرفنا مكان البي، اذا البي موجوده والبي ام موجوده، اذا بنعرف الام وبنقدر نحدد هل البارج هذه ستيبل اور نوت. تمام، بامل انكم تحلوا المساله هذه بالارقام. تمام، وهيك انا تقريبا بكون خلصت محاضره اليوم. كمان في مثال انا بطلب منكم تجروب باهميه عاليه من الكتاب، اللي هو مثال 3.6 في صفحه 80، لانه محلول وبرضه في فكره معكوسه، انه هو بيقول لي قديش اقصى ارتفاع لازم احنا نحمل فيه تحميل بحيث انه تضل هذا الجسم الاسطواني الشكل ستيبل، بمعنى اخر السنتر اوف جرافيتي تكون تنطبق مع السنتر مع الميتا سنتر. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي فيكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.